فإذا ما كان في سفر أو في أمر والماء بعيد واشتد به الظمأ وجاءه كوب ماء، خاصة إن كان باردا والدنيا صيف، وشرب وتلذذ بالماء، قال الحمد لله، يا الماء نعمة عظيمة. هل الماء نعمة عظيمة هنا فقط في هذه اللحظة، فقط في هذه الشدة فقط؟ النبي يعلمنا أن نعيش مع نعم الله دوما، والحامد لله على كل شيء، والشاكر لله على كل شيء، يعطيه الله المزيد من الرحمة والتوفيق.